وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: نحن ليس لنا مقبرة، والأسرة إذا مات أحد منهم فإنهم يدفنون متفرقين، لا يجمعهم مكان واحد، وإني أنوي أن أوقف مقبرة أو أن أكون مشاركا في ذلك، فأريد الأدلة من الكتاب والسنة على مثل هذا. نقول: أيها السائل الكريم المبارك، الوقف عمل عظيم، وهو يدخل في أعمال البر والإحسان، وخاصة إذا كان هذا الوقف يكون مقبرة للأموات، أموات المسلمين، ولا سيما عند عدم توفر الأراضي أو قلتها أو غلاء أثمانها، فينبري الإنسان لمثل هذا الأمر العظيم. فهذا عمل طيب مبارك، ودلت عليه الأدلة، فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فهذا يدخل في باب الصدقة الجارية التي يستمر نفعها وأجرها وبرها. ولذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول: الوقف لا يصح إلا على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن والمقابر. وجه الدلالة هنا أنه لما قال إيش والمقابر، وهذا طبعا عند الحنابلة. نأتي الآن للشافعية. الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين يقول: إذا جعل داره مسجدا، يعني أوقف الدار خلاه مسجد، أو أرضه مقبرة، أوقف أرضه خلاه مقبرة، أو بنى مدرسة أو رباطا، فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد ويدفن في المقبرة ويسكن المدرسة وينزل الرباط، وسواء فيه الواقف وغيره، يعني له أجر كل من يدفن، سبحان الله. وجاء في الفتاوى الهندية، هذه من كتب السادة الأحناف، وأيضا ذكر في التاج والإكليل على مختصر خليل من كتب المالكية، قال: وحكي عن الحاكم المعروف بمهروي أنه قال: وجدت في النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد. وقال ابن نجيم في مثل هذه الأمور على أساس: ولا يملك الوقف بإجماع الفقهاء، كما يعني يبقى الوقف وقفا كما نقل فتح القدير، ولقول عمر: تصدق بأصلها، النبي لما قال لعمر: تصدق بأصلها لا تباع ولا تورث، لا تباع ولا تورث، متفق عليه. حول النبي قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فلا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، اللي هو يعني أصل الوقف، فإذا أوقفه خرج عن ملكه. الشاهد في كل هذه الأحاديث وفي كل هذه الأقوال من أهل العلم أن مسألة وقف المقابر أو المشاركة والمساعدة فيها وفي بنائها وفي جعلها للمسلمين، هذا من الأمور الجميلة التي ينبغي أن الإنسان يعني ينتبه لها ويسعى فيها أيما سعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي رافع: من حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فيه، يعني دخل فيه، فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. رواه الإمام الطبراني في الكبير، وذكر الإمام الألباني في الجامع، وحسنه رحمه الله رحمة واسعة. طبعا هو الحديث طبعا فيه فضائل: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة، ومن حفر ميتا قبرا وأجنه فيه
أجرى له من أجلك أجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. فهذا كله من الأمور والأشياء الجليلة التي ينبغي أن يتعاون فيها الناس. والله يقول: وتعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان. هذا من أبر الأمور مثل هذه الأشياء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. واحفظ ويسر وارزقني بره ويسر ورفض حوائجنا. تقبل منا. تم تحريره صوتيا في عشيته يوم الخميس، يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام لست بقين من صفر لعام 43 و43 من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.